بالنسبة للمفهوم ديال الزوجية أو لا فردية، دالة فردية أم زوجية؟ ملي كيقول لك أدرس زوجية الدالة، يعني تحديد ما إن كانت هذه الدالة إما زوجية أو لا فردية أو لا ليست بزوجية أو فردية. دونك أول شرط ينبغي التوفر ديالو في أي دالة، إلا بغيت نهضر على فردية ولا زوجية، هو مفهوم مجموعة التعريف كمجال من آخ يكون متماثل بالنسبة للصفر. كيف شفنا في الدرس ديال الترصيف ار، اش كنقصد بمجال متماثل بالنسبة للصفر؟ مثلا إلا خدينا المجال مثلا ناقص واحد واحد مفتوح، هذا مجال متماثل بالنسبة للصفر. اش كيعني مجال متماثل بالنسبة للصفر؟ يعني أي عدد ومقابل ديالو بالضرورة يكون في نفس المجال، أي عدد ومقابل ديالو يكون في نفس المجال. مثلا إلا خدينا ناقص واحد على جوج، المقابل ديالو اللي هو واحد على جوج راه كاين في نفس المجال إلى آخره. مثلا إلا مثلنا هذا المجال غادي نلقاو في التمثيل ديالو على مستقيم العددي، نلقى الصفر هو اللي الوسط في المركز، نلقى هنايا ناقص واحد، هنايا واحد، وجميع الأعداد والمقابلات ديالها بدون استثناء كاينين في نفس المجال. مثلا إلا خديت المجال مثلا ناقص خمسة واحد مغلق أو لا ناقص واحد عفوا، اتحاد المجال واحد خمسة مفتوح، حتى هذا مجال متماثل بالنسبة للصفر، جميع الأعداد المقابلة ديالها كاينين في نفس المجال. حتى لو بغينا نمثلو في المستقيم العددي، نلقى ناقص واحد ناقص خمسة جميع الأعداد، هنايا عندي الصفر الوسط وكاين واحد عاوتاني حتى خمسة، هادو كلهم بالمقابلات ديالهم كاينين في نفس المجال، هادو كيتسموا مجالات متماثلة بالنسبة للصفر. كيفاش كنعبر على هادشي جبريا؟ كنقول لكل اكس من مجال اي ناقص اكس المقابل ديالو حتى هو خصو يكون في نفس المجال اي. الى توفر هاد الشرط هذا كنقول لان هاد المجال اي متماثل بالنسبة للصفر. واخا دونك هذا هو الشرط الاولاني. الشرط الثاني من كي توفر لي الشرط الاول عاد كنشوف واش الصور ديال كل اكس من مجموعات التعريف اللي هو متماثل بالنسبه للصفر، واش الصوره ديال كل عدد مجموعات التعريف عاد يعطيني عدد مقابل لهذا العدد، ديك الساعه كنولي نهضر على ما يسمى بالفرضيه. اما اذا كان الصوره ديال كل عدد والمقابل ديالو هي نفس الصوره، فان كنهضر على الزوجيه ديال الداله. دونك التعريف هو كالتالي، نقول ان الداله زوجيه اذا كان كيتوفر في مجموعه التعريف مفهوم ديال التماثليه بالنسبه للصفر، زائد كل اعداد المقابلات ديالها عندهم نفس الصوره، اذا الداله تنقول بلي راها زوجيه. راه ما عنديش الحق انني نقص الشرط الثاني كملاحظه الا ما توفرش ليا الشرط الاول. راه ما عنديش الحق نكتب اف ديال ناقص اكس الوغ ناقص اكس كمقابل ديال اي عدد من مجموعة التعريف انا ما متاكدش بلي راه كاين في مجموعة التعريف، دونك ما نقدرش نكتب اف ديال ناقص اكس، لا يمكن تحديد الصوره ديال العدد لا ينتمي لمجموعة التعريف. واخا بالنسبه للمفهوم ديال الداله الفرضيه، اضافه الى الشرط الاول اللي هو اساسي التماثليه ديال مجموعة التعريف بالنسبه للصفر، الى لقيت بلي ان كل عدد المقابل ديالو الصور ديالهم ايضا متقابلين، يعني الصورة ديال ناقص x يساوي ناقص f دو x، والصورة ديال x بالدالة f يساوي ناقص صورة ديال ناقص x بالدالة f. في هذه الحالة فإن الدالة فردية. دونك جبريا يمكن تحديد الدالة إن كانت زوجية أو فردية. ناخذ واحد مثالين بسيطين. مثلا نعتبر الدالة f دو x تساوي مثلا x أس 2، واخا دالة المربع. إلا خديت مجموعة التعريف في هذه الحالة هي أغ أغ في جميع الأعداد الحقيقية وبالمقابلات ديالها، إذا الشرط الأولاني لكل إكس من أغ نعلم أن ناقص إكس فينا تكون بيان سور غتكون في أغ. واخا دونك بالنسبة للشرط الثاني لكل إكس من أغ نحاول نكتبو الصورة ديال ناقص إكس بدلالة إف دو إكس، إذا إلى درت ناقص إكس مربع عادي يختفي
عند ناقص الإشارة مع المربع وتولي عندي إكس أو كاري. وشنو هي إكس أو كاري؟ إكس أو كاري راهي إف دو إكس. إذا عندي لكل إكس من آخ إف ديال ناقص إكس تساوي إف دو إكس. إذا هنايا علاش كنهضر؟ كنهضر على دالة اللي هي زوجية. الصورة ديال ناقص إكس هي نفس الصورة ديال إكس. إذا هاد الدالة اللي كنهضر عليها هنا إف دالة زوجية. واخا دابا ناخدو شي مثال آخر بالنسبة لشي دالة اللي هي فردية. ناخدو مثلا المثال ديال إف دو إكس تساوي إكس. واخا إف دو إكس تساوي إكس. أيضا هنا مجموعة التعريف كتساوي إف. الشرط الأول ديجا تحقق، مثل بالنسبة للصفر. واخا بالنسبة للشرط الثاني لكل إكس من R نحسب الصورة ديال ناقص إكس ونشوف شنو غتعطينا. الصورة ديال ناقص إكس هي نفسها، هي ناقص إكس، وناقص إكس هي ناقص إف دو إكس. إذا عندي إف ديال ناقص إكس تساوي ناقص إف دو إكس لكل إكس من R. إذا الدالة فردية حسب تعريف الدالة فردية. لكل إكس عندي الصورة ديال ناقص إكس والصورة ديال إكس متقابلان، إذا إف دالة ديال فردية. هادشي كيفاش غادي يتأول هندسيا؟ هندسيا إن كان ناخد أنايا نقطتين يعني جميع الأحداث والمقابلات ديالها كاينين في مجموعة ديال التعريف. أنا ملي كناخد نقطتين متقابلتين بالنسبة للدالة الزوجية وكنلقى بلي أن مثلا بحال الصورة ديال واحد في المثال اللي خدينا قبيلة، الصورة ديال واحد هي نفس الصورة ديال ناقص واحد. الصورة ديال واحد هي نفسها الصورة ديال ناقص، الصورة ديال واحد هي نفسها الصورة ديال ناقص واحد. الصورة ديال واحد على جوج هي نفس الصورة ديال ناقص واحد على جوج. الصورة ديال اثنان مثلا هي أربعة، والصورة ديال ناقص اثنان هي أيضا أربعة إلى آخره. أي عدد مقابل ديالو عندهم نفس الصورة. أش كنلقى؟ كنلقى واحد المنحنى اللي هو متماثل بالنسبة لمحور ديال الأراتيب بحال المثال ديال الدالة ديال قبيلة. غادي نلقى بلي عندي واحد المنحنى على هذا الشكل هذا اللي هو متماثل بالنسبة للمحور ديال الأراتيب. أي نقطة هنايا وهنايا عندهم نفس الأرتوب يعني نفس الصورة بالنسبة لنا متقابلين، صولين متقابلين. بالنسبة للحالة بحال دابا هنايا عندي إكراك تساوي إكس أو كاري. بالنسبة للحالة الأخرى اللي كان عندي دالة فردية كنلقى بلي أن كل عدد أو مقابل ديالو من مجموعة التعريف حتى الصور ديالهم متقابلين، يعني باش يكون عندهم هنايا نفس الأرتوب يكون حتى الأرتوبين متقابلين. هالنقطتين الصور ديالهم أيضا متقابلتين. إذا إلا جيت مثلا بحال الحالة ديال القبيلة هنا يكون كانت عندي دالة فردية غادي يكون منحنى على هاد الشكل. من نجي لهنايا بحال القبيلة عندي دالة تآلفية خطية، الصورة ديال واحد هي واحد، الصورة ديال ناقص واحد هي ناقص واحد، الصورة ديال اثنان هي اثنان، الصورة ديال ناقص اثنان هي ناقص اثنان. إذا في التالي عاد القبل عندي واحد المنحنى اللي داير على هاد الشكل. واخا وبالتالي كنلقى بلي أن الدوال الفردية كيكون عندهم منحنى اللي هو متماثل بالنسبة لأصل المعنى. واخا يعني إذا كان إكس هنا ومقابل ديالو ناقص إكس هنايا فإن الصور ديالو حتى هما كيكونوا متقابلين، إف دو إكس ناقص إف دو إكس. أما إذا كانت الدالة زوجية كنلقى إكس هنايا ناقص إكس هنايا جوجهم عندهم نفس الصورة، يعني إف دو إكس هي نفس الصورة ديال إف ديال ناقص إكس المفهوم ديال الدوال الزوجية. دونك من خلال المنحنى راه يمكن تحديد إن كانت الدالة زوجية أو الدالة فردية.